أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين اللي استنستوا بها كل يوم على امتداد 120 دقيقة، تكون حواراتنا وتحقيقاتنا الصحية الطبية بامتياز. وهو القائل: كل بقاء يكون بعده فناء لا يعول عليه، وكل فناء لا يعطي بقاء لا يعول عليه. ابن العرب. تتسويت سمر. في السمر اليوم باش نمشي نحكي لكم على بعض الصعوبات اللي قاعدوا يواجهها أو مكمل غذائي دواء ضد سرطان الدم، عافانا وعافاكم الله، وهو التونسي البحث من المعهد الوطني للمناطق القاحلة بمدني. شنو هي الحكاية؟ شنو اللي صار؟ هذا وأكثر باش يكون موضوعنا بعد شوية في زوم سانتي. كل عادة شيفر سانتي، ألو دكتور، هي في ساعتنا الثانية والموضوع متاعنا اللي انتم اخترتوه في الطب النفسي: الخوف. الخوف إحساس طبيعي ناتج على أسباب معينة ووضعيات مختلفة، لكن وقتاش يمثل الإحساس بالخوف مشكل ويتطلب العلاج النفسي الفوري. الخوف شنو أنواعه وشنو أسبابه وكيفاش العلاج منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي، من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 إذا عندكم أي استفسار يخص الموضوع هذا. مع رحية، صحتكم بالدنيا. صحتكم بالدنيا على 70 035 120. أهلا وسهلا بكم، ونوصل صوتنا على 93 في العالم 3W رجل حياة بوانيت. هذه أولى الإذاعات المختصة في الصحة. لطفي بوشنيق موزيتي، وصلنا 22 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على رجل حياة فهم. كالعادة باش يكون حديثنا اليوم في مع طبيب الاختصاص وهو مختص ومعالج نفسي الخوف، هذا الهجس الكبير عند التوانسة، الأسباب وكيفية الوقاية والعلاج، باش يكون موضوعنا على رجل حياة فهم. إحساس طبيعي ناتج على أسباب معينة ووضعيات مختلفة، لكن وقتاش يمثل الإحساس بالخوف مشكل ويتطلب العلاج النفسي الفوري. الخوف شنو أنواعه وشنو أسبابه وكيفاش العلاج منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي، من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 إذا عندكم أي استفسار يخص الموضوع هذا. مع رحية، صحتكم بالدنيا. 59% نسبة انخفاض الوفيات بسبب السيدة من عام 2000 لعام 2019. هذا باش يكون موضوعنا في شيفر سانتي. شيفر سانتي. الأشخاص اللي يعيشوا في بلد منخفض الدخل تزداد احتمالات وفاتهم بسبب الأمراض السارية مقارنة بالأمراض الغير سارية. فستة من الأسباب العشر الرئيسية للوفيات في البلدان منخفضة الدخل تتمثل في أمراض سارية على الرغم من تراجعها على الصعيد العالمي. فما زالت الملاريا والسل والإيدز والعدوى بفيروسي على قائمة الأسباب العشر الرئاسية، ومع ذلك فإن هذه الأمراض الثلاثة تتراجع كلها تراجع كبير، وسجل أكبر انخفاض بين أهم 10 أسباب الوفاة في هذه الفئة في الإيدز والعدوى بفيروسه، حيث تراجع عدد الوفيات في عام 2019 بنسبة 59% مقارنة بعام 2000 من 161 ألف وفاة إلى 395 ألف وفاة. وتزداد أهمية الأمراض الإسهال كسبب للوفاة في البلدان المنخفضة الدخل، إذ تحتل المركز الأول بين أهم 5 أسباب وفاة في هذه الفئة من الدخل. ومع ذلك فإن أمراض الإسهال تتراجع في البلدان المنخفضة الدخل عن النحو ما يشكل ثاني أكبر قدر من الانخفاض في عدد الوفيات بين أهم 10 أسباب للوفيات بمقدار 231 ألف وفاة. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. نذكركم من 10:30 فلانشافو بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فهم. نعود نذكركم في ألو دكتور، موضوعنا حول الخوف اللي عايشه لي برشا توينسا. هذا موضوعنا بعد بشوي. إحساس طبيعي ناتج على أسباب معينة ووضعيات مختلفة، لكن وقتاش يمثل الإحساس بالخوف مشكل ويتطلب العلاج النفسي الفوري. الخوف
شنو أنواعه وشنو أسبابه وكيفاش العلاج منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 إذا عندكم أي استفسار يخص الموضوع هذا. معار حي، صحتكم بالدنيا. صحتكم بدنيا بعد شوية سينو مش نحكي لكم على الماستر كلاس سول تيم دو باتولوجي تروبيكال توت سويت في أجندا سانتي. أجندا سانتي من تنظيم كلية الطب بالمنستير هذا بتاريخ 9 و10 مايو 2022. فيما يخص الماستر كلاس باتولوجي تروبيكال il y aura des conférences des ateliers et voire même حتى des cas cliniques où le public cible pour cette pour ce master class هما les médecins spécialistes généralistes les médecins de famille les pharmaciens les résidents en médecine ou les résidents en pharmacie نعاود ذكركم انه الفري دانسكري هو 200 دينار و les places sont limitées تلقاو اللين d'inscription ou le barnemich كامل على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه تفهمي اذا تلقينا وين للصحه. هذا فيما يخص الماستر كلاس تحت عنوان باثولوجي تروبيكال من تنظيم كليه الطب بالمنستير. توت سويت الفلاش انفو 10:30 بعد شويه باش نتسائلوا علاش المكمل الغذائي او الدواء اللي تم اكتشافه من معهد الوطني للمناطق القاحله في مدنين هذا باش يكون التو لقى اشكال في عمليه الكوميرسياليزاسيون. هذا موضوعنا بعد بشوي. 46 دقيقه بعد العشرة متاع الصباح، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل على سونتي 5.0. سونتي 5.0 القلق والخوف اللي عايشين عليه برشا خاصه التوانسه في المرحله ذي عند الصغار عند كبار، الخوف من كل شيء والرهيب الاجتماعي، هذا واكثر باش يكون موضوعنا بعد شويه في الو دكتور. الخوف إحساس طبيعي ناتج على أسباب معينة ووضعيات مختلفة، لكن وقتاش يمثل الإحساس بالخوف مشكل ويتطلب العلاج النفسي الفوري؟ الخوف شنو أنواعه وشنو أسبابه وكيفاش العلاج منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 إذا عندكم أي استفسار يخص الموضوع هذا. معار حي، صحتكم بالدنيا. سينو ورغم أنه فرحنا وقت المعهد الوطني للمناطق القاحلة أحكي على تسجيل براءة اختراع في دواء مضاد لسرطان الدم أو مكمل غذائي، ونوصل للمشروع ذي شنية أهم الإشكاليات، هذا وأكثر بش يكون موضوعنا اليوم وحيوانا مع الدكتور محمد النفيثي أستاذ جامعي ورئيس مخبر البيئة الرعوية وتثمين الأعشاب البرية في المناطق الداخلة في زوم سانتي. زوم سانتي دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الحياة أفهم حياة صحيح، وخاصة أنكم وإنكم في المركز أعطيتوا الحياة للمناطق القاحلة هذية في سنة 2018 وقت اللي أعلنتوا على تسجيل براءة اختراع في دواء ممكن أو دواء أو مكمل غذائي ضد سرطان الدم، عافانا وعافاكم الله دكتورة. هو ما هو من المفارقات أن هذه المناطق التي تسمى قاحلة وجافة تحتوي على أكبر نسبة من النباتات التي تحتوي على مواد فعالة يمكن أن تستخرج للأغراض الصحية، ونحن الآن في إذاعة تهتم بالصحة وهذه بادرة حقيقة أحييها. شكرا لكم على إتاحة الفرصة للحديث على هذا البحث المتميز الذي أنجز في المعهد وبصدق بالتعاون مع معهد باستور في تونس حول نبات معروف جدا ومتواجد بكافة مناطق تونس من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها. احنا بالجنوب نسموه اللازور والجازول واليازول على اختلاف اللهجات حسب المناطق، أنا نعرف في الوسط والساحل لعل يسموه البصيل وحتى في الشمال، ولكن يعني هو النبات هذا يتميز بتنوع بيولوجي كبير جدا داخل نفس النوع، يعني ما نجده في بنزرت ليس هو الذي يوجد في أقصى جنوب تونس بالصحراء وبمنطقة الظاهر نسميها. فإحنا اللي اشتغلنا عليه هو نوع يعني إيكوتيب يسموه، يعني طراز بيئي هيك بالعربية، إيكوتيب يعني نبات متأقلم مع بيئة معينة، هو الذي اشتغلنا عليه والذي استخلصنا منه هذه المادة التي ثبت بأنها عندها العديد من الخصائص البيولوجية، أي أنها مقاومة للجراثيم وللفيروسات ويعني فاتحة للشهية حتى، ويعني هو نبات مستساغ يعني يستهلكه الإنسان، وفي قديم الزمان كان مصدر يعني يجمع من طرف السكان المحليين ويستهلك
كما يستهلك الثوم البصلي لأنه ينتمي إلى العائلة البصلية، يعني من عائلة الثوم البصل والكرات. نفس الشيء، إلا أنه هو تلقائي، يعني ينمو طبيعيا في المناطق، في السباسب والغابات والسهول دون غير المزروعة والمحروسة ودون تدخل الإنسان. لكن للأسف في السنوات الأخيرة لما تمت التركيز عليه وعلى أهميته أصبحنا نلاحظ أنه الآن يجمع. وأنا يوني قبل أسبوعين كنت في الحمامات في ملتقى علمي حول فعلا النباتات الطبية والعطية لأكتشف بأنه كان قبل فيما مضى فقط في الجنوب يباع، فقط في الجنوب يباع، الآن أصبح حتى في الساحل يباع. صحيح. على حواف الطريق، على حافة الطرق، أنتم تشوفوه تلاحظوه في القروين. موجود في القروين زي ده، موجود كده في القيروان وموجود يتبع. في كل أي نعم، هو من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوب البلاد موجود فيها. ولكن يعني إحنا كمختصين نفرق كثيرا، وأنا عندي يعني ما يسمى بمجمع وراثي كوليكسيون جينيتيك، يعني جمعت فيه هذا النبات من كافة من مختلف مناطق الجمهورية وأساسا بالوسط والساحل والجنوب ليس الشمال، لأكتشف أن يتميز بتنوع بيولوجي كبير جدا من حيث الأوراق والأزهار، رائحة ولون والبصلات. هو ثنائي الحول نحن نسميه، يعني دورة حياته لا تكتمل إلا بعد سنتين. صحيح. أي أنه السنة الأولى نزرع بذور ولا ننتظر أنها تزهر، أي أن النبتة لا تكمل دورة حياتها إلا في السنة الثانية، تبقى كامنة تحت الأرض في شكل بصلات كما البصل كما الثوم، والسنة الثانية تزهر. وحقيقة هنا أعرج قبل أن نخوض في صلب موضوع الاستعمالات الطبية على الجانب البيئي لهذا النبات الذي يتميز بتنوع بيولوجي، أنه يجمع للأسف باقتلاع البصلات، أي أن الإنسان حقيقة هو هذا النبات مهدد الآن بالتقلص والاندثار والانقراض نظرا للطريقة العشوائية لجمعه واستغلاله، لأن نقطع أمام الطريق على التكاثر الخضري والجنسي لا بالبذور ولا بالبصلات. للأسف لما نقتلع البصلات لا نترك النبتة تكمل دورة حياتها لتزهر وتنتج البذور التي تنتشر تلقائيا في الطبيعة لتنمو في السنة القادمة، ولا نترك البصلات في مكانها في الأرض لتنمو إثر هطول الأمطار. إذن هذا قوس وأغلقه. لأمر إلى سؤالك وهو البراءة الاختراع التي سجلت حول مستخلص هذا النبات والتي ثبتت علميا بالتعاون مع معهد باستير بأن لهذا المستخلص قيمة دوائية، أي أنه يفيد في سرطان الدم. بالإضافة إلى الأهميات الأخرى من ذكرتها الغذائية حتى والكلينير، يعني يستعمل يفوقه بالأكل في مسوم. إذن منذ 2018 فما نقطة توضيحية كان تسمح زيادة دكتور، كان بالتعاون مع الانستيتيو باستير وكلية الطب لا هو الآن فكرنا في أن ندخل في شراكة ليس فقط بالضرورة حول هذا النبات، ولكن هذه في رؤية هو ما هو الحديث على هذا النبات، أصرنا فيه الجانب ممكن البحث البيئي البيولوجي الآن يثير إشكالية طريقة إجراء البحوث التي يمكن أن تصل إلى منتهاها في وجود مواد قابلة للتسويق، إن خاصة المعتمدة على مستخلصات النباتات. صحيح. يمكن أن يكون في شكل مكمل غذائي يضاف إما لإعطاء نكهة معينة للغذاء. الغذاء لما نتحدث راه مش بالضرورة اللي يتبادل أذهاننا، يكون في شكل عصير، يكون في شكل الياغورت. صحيح. تشوف الياغورت أحيانا منكه بالغلاء. صحيح. يمكن أن يضاف إلى الياغورت، يمكن يضاف للجبن، يمكن يضاف للحلوى حتى. يضاف لكل للشسم المرطبات. صحيح. هذه يسموها المكملات الغذائية التي تعطي نكهة أو لون أو طعم أو تساهم في تمديد فطرة الاستهلاك، لأن كل غذاء مكتوب عليه مدة استهلاك دونك دي ليميت مدة الفترة القصوى للاستهلاك، وهذه لأن بفضل أنشطتها المقاومة للأكسدة التي تمنع كل الجراثيم والفيروسات من التكاثر في الغذاء. كل هذا يستخلص من النبات، وتستعمل كذلك هذه المستخلصات لأغراض تجميلية، الكريم اللي يستعملوهم الكل، ولا دوبيانات، الشامبوان، دونتيفريس، الكريم
كلها ممكن أن تكون فيها مكملات يعني مستخلصات نباتية أو يستعمل لأغراض بيئية. والآن عندنا برنامج بحث بالتعاون مع العديد من مخابر البحث بالمنستير وسوسة وتونس لمحاولة استخلاص مواد يمكن أن تستعمل للتخلص من الأعشاب الطفيلية المضرة بالزراعات به. لأن الآن المواد المروجة في السوق الكثير منها الآن دخل في خانة المنع على أساس أن عند جوانبها يعني والفلاحة البيولوجية يمكن أن تكون مسرطنة أو مضرة بالصحة أو بالبيئة. والآن الإنسان حريص جدا على أن يستعمل مواد غير مضرة بالبيئة. دكتور، عام 2018 أعلنتوا أنه تم تسجيل براءة الاختراع. من عام 2018 لليوم وصل النتائج أو بداية البحث هذية اللي يزمو يكمل ويزمو يتواصل ويوصل من بعد؟ سؤال وجيه جدا. هو ما هو كانت أن تجربة إحنا هو في الحقيقة سجلنا العديد من براءات الاختراع الأخرى وطنيا وعالميا، ولكن لعل أهم تجربة حقيقة كادت أن تصل إلى منتهاها هي هذه، نظرا لأهمية المخترع المكتشف هذا ولأهمية النبات، لكن توقف فعلا عند هذا المستوى لأن المراحل الأخرى تتطلب مزيد من البحوث. لعل أهمها هي الليتات يعني الاختبارات الكلينيكية السريرية، وهذا لا يتم إلا بتدخل يعني فرق أخرى، وكذلك المزيد من التدقيق في التركيبة الكيميائية أي تنقية هذا المستخلص، لأن المستخلص في حد ذاته يشتمل على أحيانا عشرات الجزيئات، وأحيانا قد تتفاعل هذه الجزيئات لتعطي البروبريتي يعني القيمة أو الخاصية لهذا المستخلص، وأحيانا يكون فقط جزيئية واحدة وهو ما يتطلب تنقية هذا المستخلص من كل الجزيئات اللي أحيانا تكون إما مضرة ولا ليست لها أي فائدة، وهذا يتطلب إذن تضافر مجهود إضافي من طرف مختصين أخرين. وهك على شو القانون التوجيهي اللي عن 96 جاء لينظم ليحدث هياكل بحث، إما وحدات بحث أو مخابر بحث، وأحدث الهيئة العليا لمراقبة لتقييم أنشطة البحث العلمي الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، وأعطى يعني صيغة قانونية للمخابر ولوحدات البحث ولكل الهياكل ذات العلاقة، وخصص ميزانيات وأتى بشيء آخر مهم جدا لعله إلى حد الآن لم يتم تجسيده على أرض الواقع، وهذا ما أدعو إليه نظر لتجربتي حقيقة في هذا المجال لمدة 40 سنة، واشتغلت مع العديد من فرق البحث وطنيا ودوليا في كافة قارات الدنيا، يتطلب ما يعرف بالكونسورسيوم، المجمعات هياكل البحث. يعني الكونسورسيوم ينص القانون بأن يتكون من العديد من وحدات البحث من هياكل البحث أي مخابر أو وحدات ومن صناعيين للوصول لتقريب النتائج النظرية إلى التطبيق عن طريق الصناعيين أي عن طريق التعاون بريبليك بريبي العام والخاص، وهذا حقيقة ما ينقصنا أحيانا فيه يعني تبادل المسؤوليات. الصناعيين يقولون بأن البحث لا يعطون يعني نتائج قابلة للتطبيق مباشرة، والبحاث يقولوا بأن لنا العديد من الأبحاث ولم تجد طريقة للتطبيق نظرا لعدم تعاون الصناعيين. وأعتقد الآن ما يتوفر في تونس من إمكانيات فيها كل مخابر البحث ومن قدرات بشرية هائلة ومن مهتمين وباعثين شباب، أعتقد حان الوقت آن الأوان بأن تتضافر جميع كافة هؤلاء المتدخلين، ليس فقط للوقوف عندما تسجيل براءة الاختراع لأن هي في حد ذاتها ليست لها قيمة اقتصادية ومردود كبير، وإنما للوصول إلى هذه النتائج النظرية إلى مراحل التطبيق والاستفادة منها وترويجها والعائد الاقتصادي الكبير الذي يكون عن طريقها. هذه دعوة للمخابر والصناعيين
انه من 2018 موجود هذايا وتنجم تكون بدايه دواء او مكمل غذائي الا ما تكمل الابحاث هذه. قبل ما نختم انا معك دكتور نشكرك الساعه على تدخلك معنا. قبل ما نختم معك في بالي زاده فما بعض الابحاث اللي تقوموا بها في المركز في المعهد المناطق المعهد انه تلوجوا على بدايه دواء مضاد للزهايمر للخرف اللي نعرفه بالعمي. هذا مازال متواصل. احنا عندنا بالجنوب مثال لاهل استوادري ان كان شائعا وموجود حتى بالوسط وبربوع القيروان لها الغالي العزيز، هي تقول كل نبته نبته فيها قيمه ثابته. اي كل نبته صحيح. ما تمش نبته ما تكونش يجب ان تكون محل بحوث فعلا لاستنطاق اسرارها. ولكن العجز فينا ان لم نفهم ذلك. والان كل المجهودات تنصب حول هذه النباتات في العوده الى الطبيعه، وعندما اكتشف الانسان مخاطر المواد الكيميائيه على البيئه وفي البيئه استعمالاتها البيئيه والصحيه والغذائيه يعود الان الانسان. وهذا ما نسعى اليه، ليس فقط هذه الخاصيه، خاصيات كثيره جدا موجودة عند هذه النباتات يمكن الاستفادة منها. والمعهد يسعى الآن، والآن لنا علاقات شراكة مع عديد من فرق البحث في تونس، وإن شاء الله ستتوج باتفاقية مع كلية الطب بسوسة لإجراء التست كلينيك، يعني الاختبارات السريرية، لأن هم عندهم الصفة القانونية التي تمكنهم من ذلك باحترام كراس شروط وميثاق أخلاقيات وكل هذه الجوانب القانونية. دكتور محمد النفاتي أستاذ جامعي ورئيس مخبر البيئة الرعوية وتثمين الأعشاب البرية في المناطق الخاحلة، أنغرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم على راديو الحياة تفاهم. الانتجرالتي للانترفيو تلقاه شوية أخرى على الباج أوفيسي الفيسبوك. منذ 2018 تم تسجيله صحيح، والتوى دعوة للصناعيين والمخابر للتواصل في الأبحاث يمكن يكون الحل أو بداية دواء أو مكمل غذائي لمقاومة مرض سرطان الدم. عافانا وعافاكم الله، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. توتسويت نبدأ في ساعتنا الثانية. أحد أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، هذه سانتي 5.0 المجازين. سانتي 5.0 رغم اللي ما ثماش واحد على الكرة الأرضية ما يخافش ولا ما عندوش حاجة تخوفه بسبب ما أو بسبب حتى وضعيات ينجم يلقى روحه فيها، بينما لا يعد أمر طبيعي أنه وقت اللي تولي هذه تولي عندها أمراض كبيرة وتولي حتى تأثر له حتى على حياته العادية. شنو الخوف المرضي؟ شنو الأسباب متاعه؟ والأهم كيفية العلاج والوقاية؟ هذا باش يكون موضوعنا اليوم في ألو دكتور. الخوف إحساس طبيعي ناتج على أسباب معينة ووضعيات مختلفة، لكن وقتاش يمثل الإحساس بالخوف مشكل ويتطلب العلاج النفسي الفوري. الخوف شنو أنواعه وشنو أسبابه وكيفاش العلاج منه؟ كل الأسئلة هذه يجاوبنا عليها الأستاذ فيصل الكعبي، مختص ومعالج نفسي، من 11 حتى النصف النهار في ألو دكتور. كلمونا على 70 035 120 إذا عندكم أي استفسار يخص الموضوع هذا. مع رحية صحتكم بالدنيا. سي فيصل أهلا وسهلا. مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. نشكرك على حضورك بحضين. بارك الله فيك. سي فيصل شنو معنى الخوف؟ تظلي حاجة عادية، أي واحد يخاف من حاجة، من وضعية، من نتيجة ما ينجحش، من يخلط مأخر، من أنه يفشل في حاجة، عادي الخوف إلى حد هو ما. هو ذا مش إلى حد ما، معناه الخوف هو إحساس طبيعي عند الإنسان، يتولد عند الإنسان منذ اللحظات الأولى من حياته، وهو شيء ضروري مش بركة طبيعي، شيء ضروري لحياة الإنسان. علاش ضروري؟ لأنه الخوف هو يقينة من المخاطر اللي يمكن تمحي حياتنا. منذ خلق الإنسان الأرض كانت هناك مخاطر كثيرة، حيوانات متوحشة، كانت العوامل الطبيعية. إذن الخوف كان يجعل الإنسان أنه يتوقع ويحفظ حياته. الخوف إذن عامل إيجابي في حياة الإنسان يحفظ له حياته. كيفناش يتولد الخوف عند الإنسان؟ مش من أحداث خارجية، منذ اللحظات الأولى من حياة الإنسان. هذا ضمن أربعة مشاعر تتولد طبيعيا عند الإنسان. الخوف عندما يتولد الإنسان في اللحظات الأولى، أمه كي تهزه مش تاخذه بنيدها، يقع نوع ما من عدم انعدام التوازن الجسدي فيزيولوجي، لأنه يختل مش كما
مش كما نايم على الارض او في سريره كما واحد ياخذه بين يديه. لما ياخذه بين يديه شكل طبيعي انه مش يعدل هالمساله دي باش يحمله حمل ايجابي، لكن في هالاثناء دي فما نوع ما من ديزيكليبر، فما نوع ما انعدام التوازن الفيزيولوجي الجسدي. هناك يشعر الصغير يشعر بدايه انعدام التوازن، يخليه يشعر باحساس الخوف، ويبدا الخوف ينبت كاحساس داخلي عند الانسان. بعد يتطور الى عمال يكبر الانسان، يتطور معاه هالخوف الى مخاطر اخرى حقيقيه او يتخيلها. من وقتاش يمر من مرحله طبيعيه الى مرحله مرضيه الخوف معناتها سي فيصل؟ هي الـ 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 الخوف يمتزج مع احساس اخر هو القلق، يولد القلق. اول خوف هي الخوف كل حراره، ما دام قلنا شيء طبيعي عند الانسان، حراره الانسان هي 37 درجه، لو ارتفعت درجه تصبح حاله مرضيه، لو انخفضت درجه تصبح حاله مرضيه. اذا الخوف هو كما قلنا عامل ضروري للحياه، حياتنا اليوم، لان نخاف كنت عدى طريق، نخاف من السيارات، شيء طبيعي هذايا يخليني اتقي ونشوف على يميني وعلى يساري كنت عدى الطريق. اذا الخوف عامل طبيعي وحافظ لحياة الانسان. لما يرتفع زيادة ويعطل سلوكيات الانسان في الحياة يصبح شيء مرضي، ولا لما يتقلص الانسان اللي ما يخافش شو نقوله عليه، احنا انسان متهور الى حد ما، الانسان اللي ما يخافش فرد المرة إنسان متهور، يرمي روحه للمخاطر ما غير وعي. إذا ضروري أمام المخاطر الحقيقية أن يكون عندنا شيء من الخوف باش نستفز فينا حاسة الحدث للتوقي، ونحاول أن نداري هالمخاوف. إذا واحد قدام المخاوف وكأنه ما يخافش، احنا نعبر عليه بشكل متهور، إنسان متهور يرمي روحه في المخاطر، وهذا يعرض نفسه الى المخاطر زوال الحياه. به دونك الخوف المرضي هو اللي نعرفوه بالفوبيا والا الرهاب، هذا هو دكتور؟ لا، فما انواع كثيره من الخوف. انا مش نبدا باشياء بازيك معناها اساسيه. فما الانسان في حياته لما يتعرض لخمسه صدمات، يكاد يكون خمسه صدمات او خمسه جروح، احنا نسميه دي تروما، هي مسألة الإنسان لما في التربية يتعرض للرجي هو الرفض، أو لابوندون هو الترك، أو الإحساس بانعدام العدل، أو إحساس بالميلياسيون هي الإهانة، قلنا الانجستيس والخوف والرجي. وإذا إن شاء الله نستحضر الخمسة على الكل، هذو التجارب حياتية في أول حياة الإنسان. يمكن يتخيل مثلا إنسان توفات والدته أو توفى والده، يشعر كأنه متروك، ترى يولد عنده إحساس ترك، أنه يمكن في علاقات مهمة في حياته يمكن يوم أمام تنقطع أو يتركه. دائما نعطي هالمثال، بيبي مازال كي تولد، امه اضطرت بعد الولاده ان تدخل اسبوع للمستشفى، يمكن يتولد عند البيبي ذاك اللي عمره ساعات، يتولد كانه متروك، كانه غير مرغوب فيه من الـ الانسان الاساسي اللي هو امه، ويتولد عنده الاحساس بانه يمكن العلاقات المهمه حتى هو يكبر في حياته. هذا يولد هالبليسير والصدمات هذه اللي يتعرض لها الانسان بشكل غير مقنن وغير مرئي حتى، مثلا حكايه الانجستيس عن انعدام العدل، يكفي باش الام تعطي مغرفه زياده لاخوه يشعر كانه فما انعدام العدل ويصبح عنده حساسيه. نقول لما تتواتر هلا مش من حدث واحد، اما هالاحاسيس هذه يمكن الوالدين ما ينتبهوش، يولدوا هالاحاسيس هذه اللي قلت عليها، ويولي فما خوف دائما في العلاقات الانسانيه، خوف انه
العلاقات المهمة زوجتي تتركني، خوف أنه المجتمع أو دائما أتوخى ما أدخلش في علاقات لأنه خوف للآخر يرفضني وما يقبلنيش لرجي، أو خوف من انعدام العدل. على الكل هالمخاوف هذه كلها من تجارب حياتية، هي مخاوف يمكن تمر في مجتمعنا. قلت الحالة المرضية هي لما علاقاتنا وسلوكياتنا تصبح معطلة لمسائل حياتية مثلا، ونعطي أعراض هاللونغواس القلق من الخوف، هي لما مثلا يقع اضطراب في النوم، يصبح النوم صعب النوم، أو توجيه الأعراض دونك كيولي عندي قلق من الخوف ويكبل حياتي العادية، وقتها ندخل المرحلة المرضية معناتها ندخل وقتها ما عادش نجم نسير حياتي وتعطلت مجالات حياتي، أو في العمل أصبحت عندي جانب من الخوف ما عادش نأدي فيه عملي بشكل مرضي لمسؤولي أو أنا لمرضي لي. إذن لما تتعطل حياتنا المهنية أو حياتنا الشخصية أو حياتنا العائلية وتصبح فيها تبعات أخرى سلبية، استوجب أنه نمشي نشوف مساعدة خارجية لمساعدتنا للخروج من الحالة هذه. دونك خناتي مثال ونجم يكون صحيح ولا غلط، قل لي سي فايسلا، معناتها عادي اللي أنا كي باش نتعدى نخاف من حاشاكم كلب ينبح جايين لين، أما كي يولي هو مربوط ونعرفه مربوط ونولي خايف حتى باش نتعدى قدامه وقتها يولي مرض. مثال هذا نجم يكون صحيح، هو ما هو فما حساسة فما اضطراب، لكن ما نجمش نقول مرض، لأنه أنا مرة أخرى يعني المرض اللي عطل جوانب حياتنا، أما فما جوانب تعكرنا مزاجنا. لما عندي جاري عنده كلب وأنا أصبحت متقلق لأنه كل ما نتعدى الكلب يخوفني، أصبحت فيه نوع ما من السلبيات في حياتي وتعكرت مزاجات حياتي إلى درجة أني أصبح في سواد وفي هلوس أو في. نعطي مثال آخر بسيط، هو اللي يخاف من الحنش ويشوف أحبل لك على الطريق ويظن أنه هذا ما نسميه الخوف أو الخوف الخيالي، أنه نتخيل حاجة ونتخيل سيناريو. هو شنو الفرق بين الخوف والقلق؟ الخوف هو من خطر واقعي ملموس، هذا خطر نخاف منه، كهربا جاية نخاف منها ولا. أما القلق هو لما نتخيل شيء خطر قادم، نتخيل أن الكلب يمكن يتسيب بالسلسلة متاع ويجين، إذن من سيناريو قادم كأنه خطورة أو تهديد قادم. هذا الفرق بين الخوف والقلق. سي فايسل خلينا ناخذ تليفون معنا على 70 035 120. حنان أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا يا حنان. أيوه معك سي فايسل. مرحبا دكتور. مرحبا وسهلا بك. مبروك وانت بلامس. بربي دكتور، انا عندي انا ام زوج اولاد ومن 4 سنين توفى زوج تاعي. ربي يرحمه وينعم عايشك. وما نعرفش عندي خوف هكا من اولادي، حتى كي يبدوا يلعبوا برا هكا في الشارع ديما نبدا مد راسي للشارع، تمشي شي كهرباء تعديش حتى كهرباء يبدا قلبي يدق عليهم، ولا نسمع بكي حتى مشي هم يبكي ونبدا نجري. ما فهمتش الحاله هذه تبقى ديما تجيني هذه بالنسبه لاولادي. وثاني شيء هكا حتى باش نعاود اني نشوف حياتي، ولا اي واحد يحب مثلا يبدا كونتاكت بيا يحب يتقرب لي، ما مش قادر نتقبل هالفكره هذه بالكل. ديما نبقى نتخوف وعندي ذاك الخوف ذيك الرهبه، يعني كيفاش راح تكون حياتي، كيفاش اولادي، كيفاش برشا حاجات. هو أمام الخوف كملتي أختي؟ أي تفضل سي فايسل. هو الخوف يصبح معضلة ويصبح مشكلة لما يعطل لي برامج حياتي، كما الآن أنك مش تعود حياتك أو ترتبط مرة أخرى، أو إذا عطلتي مثلا صغارك تمنحهم أنهم يخرجوا لأنك خايفة، وقتها تولي مشكلة وضروري المساعدة. أمام الخوف احنا نحتاج إلى الطمأنينة. شنو اللي يمكن يطمني؟ هذا السؤال اللي باش ما نعطلش صغاري يخرجوا يلعبوا قدام الدار. شنية الأشياء اللي يمكن نطلبها من صغاري أو
باش نطمن انا، نقول لهم ما تبعدوش بعيد مثلا، مثلا كل الاشياء او ارتباط اخر انت مش ترتبط بشخص اخر، تقول شنية ضمانات وشنية الاشياء اللي نمكن نطلبها في حياتي ونحطها في حياتي اللي يمكن تعطيني الطمأنينة باش المشروع متاعي أو مشروع حياتي ما يتعطلش. هل ممكن عند هل ممكن قادرة تتصور الأشياء اللي يمكن تطمنك وحدك ولا لا؟ ما خماش ديما نحاول حوس على أي حاجة تريحني باش حتى نبدأ قاعدة في داري نتهنى على أولادي يبدو يلعبوا. ما خماش شنية الأشياء اللي يمكن تقولي نحوس على أشياء تريحني؟ شنية الأشياء اللي يمكن تنيع حتى يقف معهم برا يبدي يعس عليهم مثلا؟ شنو فماش حاجه اخرى تنجم تطمنك؟ هذا مثال انه حد يوقف معاهم يعس عليهم، شنو اشياء اخرى تنجم تطمنك؟ هم قدامي هكا ديما خزنتهم في الدار يبقوا قدامي وكهو ما وكي يخرجوا للشارع شنو اللي نجم يطمنك وما غير ما تعطلهم؟ ما يطمنيش والله، ما لقيتش حتى حل. هذاك علاش انا خايفه نكون انا اللي مريضه وزدت مرضتهم معايا، رغم هم يقولوا يا ماما انا بعيد ما فماش كهرباء، مش احنا اللي نبكوا، مش ما نعرفش. هذا الكل اللي يقولوا لك فيه ما يطمنكش والو؟ ما يطمنيش مع اني انا غريبه بعيده على دارنا شوي، ما فماش اللي شكون قريب لي باش يتلها بيهم. والله انا سمعت كلمه والو، انت من الجزائر؟ من الجزائر شقيقه. اي مرحبا. هي وارد انه عدم الطمانينه جاي لأنك تعتبر روحك مش في محيطك الطبيعي. يمكن هذا والله يا تعبة برشة تعبة من هذه الحالة، يعني متعبتني ياسر أني باش باللطف عليك مدام حنين. خلصك أنا حاجة مدام حنين، على الأقل عنده راجلك المرحومة عنده مدة من اللي توفى أربع سنين. ربي يرحمه وينعم، وانت عندك الوعي اللي معناتها ولدت لك مشكلة هذية حتى باش تعاود تأصل حياتك اليومية ولا حتى حياتك العاطفية. مشيتش لأخصائي نفسي؟ تصلش لأخصائي؟ حاول تتصل راوي جنكلم انك تطلب المساعدة من عند اخصائي راوي، مش معناتها اللي انت مريضة ليه، جوست هي عثرة جوست باش يعاونك فيها اخصائي نفساني يعاونك باش تتجاوز هو اضطراب وقتي هو. أيوة. دونك تنجم تتصل وبسهوله تامه تنجم تلقى خروج من الوضع ذا. وضعك سهل جدا. الخوف انا كان نحكوا على الخوف، الخوف انا مأثر عليه في بارش. هذا هو احنا مش نجي نبدا خارجه، نبدا مثلا نحب نعمل مشروع هكا نلهي فيه روحي حتى ما نعرفش. اختي حنان اللي قاعد يقول لك فيه اخويا رحيم هو انه الاضطراب اللي عندك هذايا قادره تتجاوزيه بالاستعانة بأخصائي نفساني في بعض الحصص القليلة وقادرة تتجاوز، لأنه واضح من كلامك أنه موضوع مش موضوع الخوف على صغارك ولا فما مرتبط بوضعك أنت خارج نطاق وفاة زوجك وأطفالك، هو وضعك أنت لأنك تعتبر روحك في محيط محيط غير محيطك، ولهذا يمكن تلقى مع أخصائي نفساني تلقى حل باش تتجاوز الخوف المتخبي هذا. المساعدة المساعدة النفسية راهي مهمة برشا اليوم، خاصة كي يبدأ واعي الواحد ولات له مشكلة، ديجا هي بداية الحل انها تعرف ولات لها مشكلة اليوم وتحب تتجاوزها، هذه بداية باش تمشي تتصل بأخصائي نفساني أو معالج نفساني كما اللي حاضر بحضينا اليوم سي فيصل الكعب. سي فيصل وابقى معانا لآخر الحصة. يمكن بعض باش نعطي بعض التمارين البسيطة هي قادرة الإنسان يخفف المسألة، مش يزيل الخوف لكن يخفف من حدته ويخليه يمكن يتعاش به. إني خليني نخاف باش ما ننجحش في قرايتي، كل يوم نولي نقرأ، كل يوم شد الكتب، كل يوم ما عادش نخرج وديما عندي الضغط هذاك، توليت نجم تعتبر حالة مرضية؟ لا، هذا مدام أنت قررت قلت نخاف ما ننجحش ولهذا مش نقرأ، أعطيت حل. الخوف هذا خوف صحي، الشيء الوحيد انه وقت اللي ظل نقرا ونحط 24 ساعه على 24 والخوف مازال فيا، وقتها تصبح المساله فيها اشكال. لكن اذا فما خوف ونلقى جواب للخوف هذايا مساله طبيعيه. المساله ان لما نجيب جواب للخوف ورغم هذا مازلت خايف به.
اني نخاف من ننجح في حياتي والا لا، كسوا حياتي المهنيه او حياتي العائليه، هل هذا معناتها ينجم يرتقي الى حاله ينجم يرتقي والا لا الى حاله مرضيه؟ هي الخوف اني ما ننجحش في حياتي، اذا فما اسباب موضوعيه تخليني نخاف انه مره اخرى انه ما ننجحش في حياتي، شيء طبيعي. الشيء طبيعي انه الاسباب او الطبيعيه الكل متوفره وانا عندي الخوف هذا، نقول وقت هذا ما اشكاليه، وقت هو اللي فهم مشكل. فهم مشكل. انا علاش قلت لك اذا فهم عندي خوف وجبت له جواب والجواب ما خلى الخوف، اذا فهم مشكل. باهي سي فايس، فما جانب معناتها الصغار كي الصغار كي الكبار ينجم يكونوا عرضه للخوف الكبير هذا، القلق اللي الصغار كالكبار بطبيعة الحال. هي الصدمات النفسية مش مربوطة بالطفولة، فما صدمات نفسية في الطفولة وما نفيقش بها كأولياء أو كوالدين ويصدموا الصغار وما يلقاوش. هي تتلخص في انعدام المحيط الآمن، في انعدام الأمن. الخوف هو انعدام الأمن، أني خايف على خطورة معينة تجتاح حياتي من غير ما نفيق بها. إذا لما تتغيب المحيط الآمن أو الظروف الآمنة تغيب من محيط الصغير والكبير، ينجم بطبيعة الحال مرة أخرى التدخل أخت حنان يضيف لنا يمكن شيء آخر، أنه يمكن وضع معين يخوفني ومشني قادر نصرح به لنفسي وظلاله تبقى تمتد إلى وضعيات أخرى. مثلا هي تقول خايفة على صغارها أو خايفة من ارتباط، بينما الخوف الأساسي هو أنه من جاية من محيط تعتبر روحها أجنبية في محيط غير محيطها، إذن فما كان نوع ما من عدم الاطمئنان في محيط جديد ما لقاتش فيه الاطمئنان. يمكن الخوف الأساسي هو هذايا. إذا بعض مرات ما نعالجوش الخوف المتفرع، نمشي نشوف الخوف الأساسي اللي بعد إذا تحل موضوع الخوف الأساسي، التفرعات أو الميادين اللي تتفرع عن الخوف هذايا نجم تتحل بسهولة تمام. به نجم نحكي على أنواع متاع خوف. شو معناه بينك اللي عندهم الخوف من المناطق المسكرة مثلا اللي جلست خوف بهذوما مثلا، وبين الخوف الاجتماعي هذا؟ دونك نجم نحكيه على أنواع متاع خوف هكا بالطريقة. النجم نتحدث على الخوف موجود في كل المجالات اللي مرة أخرى فين مشنا مرتاحين فيها. الخوف يتسرب كما قلت، الخوف كان كالحرارة، الحرارة أو زيادة الحرارة تنجم تكون في أمراض مختلفة، نجم نكون في أمراض جسدية مختلفة من البرودة إلى أشياء. إذن الخوف هي علامة من العلامات، هي محرك من المحركات، هي سبيل للتعبير عن هل انعدام السيتواسيون اللي تخوف برشا، ملاز معين. ملاز معين هي إيه مزاد. فما فرق بين انا نخاف من خلينا نختار مثال درجه شويه، الفرق بين نخاف من بلايص العاليه وبين ان نكون في وسط مجموعه وناخذ الكلمه ونعطي راي معناتها. صحيح. لا انا ما قلتش الخوف كله كبعضه، ومش لانه اسباب هل الخوف من المناطق العاليه او الاسباب من عدم الكلام مش نفسه. واحدة مربوطة بالثقة بالذات والاستيم دو سوا، معنى الاعتبار للذات، والأخرى مربوطة يمكن بعض مرات مربوطة بأشياء فيزيولوجية، معنى الخوف من العالم. إذن المسألة الكل أنه التعبير هو الخوف، التعبير الدارج اللي يقول هو القاسم بيناتهم، لكن مش نفس نوعية الخوف. الخوف مش نوع واحد كما قلت انت، انواع كثيره ومظاهر كثيره، يجي في تمظهرات كثيره، وضروري نعرف الاسباب باش يمكن الاسباب مختلفه زادة. يمكن علاش قلت انا فما دي بليسور، فما جروح دي تروما بالطفوله الاولى ولخصوها في خمسه هما بازيك، تتفرع عليها كثير اشياء، تتفرع عليها مثلا اللي عنده بليسير نتاع الروجي يولي دائما في الروتري ما يخالطش
احنا نقولوا تيميد وحشام، ولكن اشياء هي بالاساس لو نرجع نلقى التروما دي دي بي، شنو الصدمه النفسيه الاولى اللي ولدت هالسلوك الاجتماعي المعين؟ اذا دائما نرجع للصدمات او نبحث على الصدمات الاولى. بعض مرات المريض نفسه او الانسان المنتفع نفسه ما عندوش وعي بهذا، ينسى كما الاخت حنان بحسن نيه ما ترجعش الى الخوف الاولي اللي هي انتقلت من محيط الى محيط، وهذا يمكن كل انسان ينجم يعيش، حتى في داخل نفس الوطن ينتقل من القيروان الى تونس، في تونس ما يعرف حد ويشعر بنفسه كانه معناها ما عندوش اطمئنان وحماية لمحيطه، ينجم يعيش نفس الظاهرة في هذا البيت. باش نعطيك بعض الأعراض اليوم ومضاعفات الخوف المرضي اللي نحكي عليه، هو ماهوش عادي توا وزيدني عليهم قل لي موجودين وإلا لا، إنه من الأعراض الأكثر شيوعا من الخوف زيادة في ضربات القلب عند مواجهة ما يخيف الشخص. أكيد، وهذه ظاهرة من الظواهر، هذه ظاهرة من الظواهر اللي يمكن مش يمكن معناها تكون في عند الإنسان لما يتعرض لهالحالات المختلفة من الخوف ومن القلق، هي ما نسميه الاجيتاسيون، فما نوع ما من الحركة الزايدة. قلبك يدق يقول لك بالعامة، هي خلينا نقول بالعامة يبدا قلبك يدق بالقوي يقول لك حاسه مش يخرج من بلاصته، معناتها الماء يدق به، قصر النفس والفم يشيح، هي من الاعراض هذيا اضطرابات التنفس. اي اضطرابات التنفس هذه كلها الجسد يترجم هالمخاوف منها القلب اللي يدق، منها التنفس، اضطراب نسميه اضطراب التنفس. الشعور بمغص في المعدة وحتى تحس روحك باش ترد، سامحوني في الكلمة، هذه زيادة من الأعراض. من الأعراض، وباش نكونوا منصفين مش دائما كل الأعراض تكون عند نفس الشخص، واحدة زوز الكل تنجم تكون كل تنجم انت المرحلة يوصل لها معناتها المريضة. هذا هو توصل حتى يقول لك اختلال في ضغط الدم، تنجم توصل هكا من الأعراض موجود اضطراب في ضغط الدم، هو تابع للقلب لأنه القلب يدق، إذا معناها كأنه كونسيكونس، معناها كأنه نتيجة لهذا اضطراب في ضغط الدم. تعرق المفرط، يحس روحه عرق تبلي، يقول لك تبليت من الخوف، عرقت من الخوف، من الظواهر اللي يمكن تكون كذلك. الارتعاش والرشفة، معناتها يولي يرعش، هذه من الأعراض، هذا سميته لاجيتاسيون، نجم تكون الارتعاش، نجم تكون في هذا الإطار. توصل بيهم انه يحس روحه مخنوق، ينجم هي يوجع فيه هي، واحنا هذا المدخل للعلاج هي نبدأها بالمسألة التنفس، كيف نتحكم، ويمكن أحد التمارين اللي نعطيه بعد هي مسألة التنفس، كيف لما نكون في حالة كيف هذا، كيف أرجع بوعي، كيف نش قاعد نتنفس الآن، قاعد نتنفس تسمى التونت، معناها نعمة سريعة، كيف نش نرجع إلى تنفس طبيعي، لأنه التنفس الطبيعي أو التنفس هو المدخل لي باش ضربات القلب تخفض، باش ألام المعدة السيروغول ترجع، معناها فما تنفسات، فما التنفس هو المدخل أو المفتاح اللي يمكن يعدل ببقية الظواهر اللي كنت تطرفها. معنا في التليفون على 70-35-120 سي سمير، أهلا وسهلا. السلام سير حي. مرحبا سمير. لبس عليك سير حي. سؤالك سي فيصل. والله تعرف سي فيصل. مرحبا. مرحبا بك، سعر رمضان مبروك كل عام وانت بالامثل ان شاء الله. عايشك سي فيصل. سي فيصل انا تنتابني فتره، معناها الفتره ذي اللي تعدات الكل خوف شديد من اني نفقد حد مثلا او حتى نفقد روحي، فهمتني؟ ايش معنى نفقد روحي؟ معناها نتوفى. يديهم فيا برشا الفكره هذه الكل ومش مائز من الحياه برشا علق. انت تقول لي الفتره الاخيره وقتاش بدات هذه؟ والله هي ما عنديش معناها مده من اللي بدات، يعني معناها مش محصوره في، هو احساس ممكن مثلا نقول لك مش سنين، معناها من خلال اشهر هكاك. يعني قداش؟ ما قل لي قداش. ما نجموش نحصروها بالضبط سي فيصل. عندها 6 اشهر من اللي بدات تجيك. 6 اشهر ولا اكثر؟ 3 قداش سي حيم؟
عندك 6 اشهر بشهرين ثلاثه لا برشا 6 اشهر هكاك ما 4 اشهر ما يسالش فما 4 اشهر هكاك لما تتذكر البدايه هل عندك فكره وقتاش بديت بالضبط فماش عشتش حدث معين صدمه معينه فقدان اخبار حلم حلمه والله والله سي فيصل اش باش نقول لك هو الشيء شدني معناها عند حكيتك هيك 14 التالي فماش شي موقف معين هو فماش موقف ما فماش موقف معين ولكن حسب ما يشوف الانسان معناها في الدنيا وفي الظروف وفي خلال الستة اشهر الاخيره ما عندكش ما فقدتش حد ما تعرضش لصدمه معينه في حياتك هو مسقط فهمتني معناها حاجه جات ما 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 هكاك ومش ديما راهو نحس بيه الشعور هذا طون زون طون هكاك نحس نتقلق معناها كل كل وليت مش ستريسي ما هكا ماني نقول والله ديما هكا شاكك نقول زعما كي نخرج اليوم نمشيش نموت انا يعني مثلا تصير لي كذا زعما كذا زعما كذا نجم تقول لي قداش عمرك؟ والله يا عمري في فيصل المشكله كونه عمري معناها مشني كبير برشا عمري 38 سنه هكاك تبارك الله وربي يداوم لك شبابك ربي يفضلك انا مره اخرى ان فماش في خلال السنه اللي فاتت حدث معين درامي في حياتك العائليه في حياتك المهنيه في حياتي العائليه الحمد لله ما فما حتى حد متوفي معناها كلها تو عمارها مقصدين انا حدث قلت حدث اي كان حدث صار او غير صار والله الاحداث الغير ساره ما عندناش نحن معناها شوف سي فيصل ما فماش مشكله في ممكن مثلا انا كوني معناها هذا الرتار في الزواج مثلا وكذا ممكن حاجه كيما هكا هو معناها رتار في الزواج معناها مازلت ما مشني متزوج معناها مش متزوج مشني عازف على الزواج يعني انا مثلا ما فما ظروف راهي تحكم في الانسان فهمني سي فيصل صحيح وقتاش لازمو خلينا نسلك حاجه خلينا سي فيصل معنا سي سمير وقتاش لازم يتصل بطبيب معناتها في الاخر خاطر مش كل وقت مهم برشا متى علي زياره الطبيب بصفه عامه وخاصه سمير مثلا اولي انا مره ثانيه اذا الاعراض هذه تعطل حياته العائليه او تعمل اضطرابات في علاقاته العائليه او المهنيه ضروري يتصل باخصائي اذا ما زالت هالاعراض هذه ما زالت ما تشكلش اضطرابات في حياته معناها حكاية النوم انا ما سألتوش عن النوم ولكن الاكل معناها الوظائف الحياتية ما وقعش فيها اضطراب يمكن بعض التمارين التنفس وكذا ينجم يتجاوز المسألة كل الاعراض دي اذا دامت 6 اشهر اصبحت مرضية هذا حسب التقييم المرضي والاتصال بأخصائي راه مهم برشا اليوم انت اسمه راي حتى كان الاخصائيين النفسيين والمعالجين النفسيين فما زاد خوف اخر تو خاصه ظهور بعد او طبيب نفساني او طبيب نفساني بصفه عامه سيفايس فما خوف خاصه جراء الكورونا اللي عايشين فيها ولا اي واحد مثلا فما ناس يقول لك حس روحه دوما طلعت سخان مشى يجري طبيب ولا هلوس دقه زايده حس روحه مغص في معدته مس حاجه مسخه يولي يغسل في ساعه ويقول لك لي مشي شنو مرض كورون داير سكر هل هي تعتبر زاد حاله مرضيه هذه اليوم هل الخوف المفرط من المرض صحيح الخوف المفرط وهذا بكري قلت لك المرض ينجم يكون خطر حقيقي داهم او متخيل او انسان يتخيل خطر معين و هذه فوبيا الكوفيد أدخلت فعل الإجراءات فعل الإجراءات اللي أخذتها الدولة والإجراءات الوقائية بعض مرات تولد عند الإنسان والحصر الحجر الصحي عزلة الإنسان وعزلته حتى من العلاقات الطبيعية مع داخل عائلته يلزم الكمامة ويلزم التباعد حتى يطلبوا من الأمهات والجدات ما عادش تقبل أبنائها إذا نوع ما من العزلة العاطفية والعزلة الاجتماعية هذه تزيد تولد نوع ما انعدام الطمأنينة لأنه الإنسان محتاج للإنسان محتاج للعلاقات باش يشعر روحه مطمئن كما بكري نرجع مرة أخرى للمدام حنان اللي لأنه جاي من محيط آخر تعتبر أنه ما عندهاش علاقات اجتماعية كأنه انعدام الأمان والطمأنينة يقل والخوف يزداد إذن الخوف يمكن يتولد
ما هل الأشياء علاقات طبيعية تنقطع فجأة ويلقى روحه كأنه معزول إنسان وحده، تولد عنده يولي يهلوس من أي عارض من الأعراض اللي يمكن وهذه هذه الانكسيتي والانغواس اللي كما قلت متلازمة مع الخوف، ويمكن مرة أخرى إذا عكرت حياة الإنسان أو عكرت علاقاته المجتمعية ضروري أنه يلتجأ إلى أخصائي. خلينا نمشي نعطيك مثال آخر، الصغار يخافوا حالة عادية، لكن كي باش نلقى أن الوليد يخاف باش يركب البسكليت أول مرة باش ما يطيحش، شنو مش يعمل؟ لازم يواجه الخوف هذاك باش يرجع يتعلم السياقة نقف معه، وإلا خوف عادي وكاو معناتها تو في الآخر؟ خوف عادي وضروري الوالدين يساعدوا اللي عنده خوف، ضروري أشياء مساعدة، فما أشياء مساعدة بسيطة نجم كما مش نقول بعض الأشياء بسيطة تنجم تساعدنا على تجاوز هل الخوف البسيط هذايا ونتجاوزه، فما أشياء مرضية تتطلب مساعدة أخصائي النفساني باش يساعدنا أن نتجاوز. والآن الحمد لله في حياتنا العلمية وفي حياتنا العلاجية هناك أساليب علاج تتطور يوميا يكاد يكون، مقاربات علاجية حديثة وسريعة، لأنه عصرنا عصر السرعة، أصبحت حتى العلاجات تقع في بعض الحصص قبل تأخذ سنين باش تتعالج. شنو على الأقل طرق العلاج وكيفية الوقاية من الخوف هذا اللي ينتاب الناس الكل معناتها اليوم؟ المدارس العلاجية كثيرة، مدارس العلاجية كثيرة، مش نمشي للحالات المرضية اللي فيها صدمات نفسية قديمة من الطفولة أو كما قلت وذية عمال تقدام الصدمة أو زمن الصدمة يتوخر في الزمان للطفولة، عمال الأشياء مغروسة أكثر وتتطلب مش مهدأ أو مسكن، لأنه الأدوية تنجم تسكن وتهدأ وتعدل من الخوف لكن ما تعالش. إذن ضروري أنه يقع نوع ما من الآن، فما مقاربة EMDR، نجم كل إنسان يدخل على الإنترنت يحط EMDR، هي العلاج بحركة العينين، هذه من حصتين 3 إلى 5 حصص ينجم إنسان يتجاوز صدمة نفسية تولد عنده الخوف وعاقت بعض المرات، لأنه كما قلت رحيم أنه يمكن موضوعي نخاف من الكلاب، لكن يمكن أسبابه يمكن هناك صدمات متجذرة أكثر، يمكن أنا نعالج في الخوف من الكلاب تنفتح أمامي صدمات نساها الإنسان بنفسه وتنفتح أي حالة العلاج، إذا صدمات أخرى ما عادش يتذكرها هو ونساها، ولكن نجم نصل إليها من خلال هالعلاج التحليلي النفسي. MDR اللي هي حرفين إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة. المعالجة. هذه الابريفياسيون جوست للسادة. الله أكبر عليك. هذه السادة المستمعين. وفما الآن التابينج هذا آخر من حوالي 5 سنوات، هذه مدرسة جديدة. للتربيت، وهذا اللي مش ننصح به عندما إنسان يكون في حالة أزمة تخوف حالية، كيفاش ينجم يعدل يخفت، كيفاش يتجاوز الأزمة ذيك، لكن ضروري بعد مرة يرجع للأخصائي، هي أنه يضع يده اليمين على كتفه اليسار ويده اليسار على كتفه اليمين ويربط، يضرب على ضربات تسمى تابينج، هي يضرب عليها 7 مرات مع محاولة قول جملة إيجابية، أنا مطمئن. هذه عندها مفعولها، هي كما من الأمدار وجاي من الأمدار، هي أنه المخ الإنسان منقسم إلى 2، كل ما يخص نص جسدنا اليسار مرتبط بالنص المخ اليمين، وكل ما هو بالنص جسدنا اليمين مرتبط بالجانب اليساري، عندما نضرب على كتف اليمين هناك نوع ما من الكهرباء تجي في المخ، أنا نبسط للمستمعين، في المخ اليمين،
وعندما نضرب كتفي اليسار كهرباء تجي في اذا نوع ما من الكهرباء بين المخ اليميني والمخ اليساري تعالج مناطق اللي فيها تخزنت فيها الصدمة او تخزن فيها الحدث الصادم اللي ولد هالخوف هذا وينجم يمتصها العلاج على مدى طويل. اذا لتخفيت ولتعديل أزمة الخوف انا خايف من رعد الرعد البرق قاعد وانا جابتني نوبة خوف نجم نحط يدي اليمين على كتفي اليسار ويدي اليسار على كتفي اليمين والربط مدة سبعة مرات وبعد مع التنفس وهي أهمية كل هالتمرين هذا كيف أتنفس تنفس مريح هي أنه نسحب الهواء نعبي الرئتي ثم نخرج الهواء ونتخيل شمعة قدامي على بعد 20 سنتي شمعة تشعل يلزم نخرج الهواء كني نخرجها بالباي نخرج الهواء نحرك النار من غير ما نطفيها نعمل تمرين وخرج الهواء الكل معناها نسحب فرد ضربة الهواء وفي إخراجه نأخذ على الأقل 3-4 أوقات كما قلت نخرج الهواء ما غير ما نطفي الشمع اللي نتخيلها قدام فمي نحرك فيها النار بالهواء لكن ما غير ما نطفيها هذا يعدل لو نعمل هالتمرين ذا وانا في الكهرباء السيارة وانا في على الطريق وانا حتى في حالات ستريس ينجم ها التنفس هذا والتمرين البسيط هذا نسحب الهواء ثم نخرجه ونتخيل الشمعة في اي وضع من الاوضاع كنت في الفرش واقف قاعد في المسجد في نجم التمرين ذايا ينجم يساعدني على تعديل التنفس تعديل دقات القلب تعديل اوجاع المعدة اخر شيء وهذا يمكن يساعد زادة هو انه لو نعمل هالتمرين ونعقد يدي وراء رأسي العملية ذي كي نعقد يدي وراء رأسي وانا نتنفس هذي وما غير ما نطفي الشمعة المعدة تتوسع الى 10 مرات حجمها في المعدة فما هرمون اسمه سيروتونين هو المسؤول على النشوة والسعادة 9 أعشار المادة هذه أو موجود في المعدة عندما تتوسع نحط يدي وراء رأسي ونتنفس السيروتونين ينتشر في الجسد وينجم يولد نشوة وسعادة في لحظتها إذا أنا نساعد حتى هرمونيا نساعد جسدي على امتصاص السموم ستريس سموم هالخوف التوتر هالأعصاب الكل مش جيه هرمون النشوة اللي يمكن العضلات المتشنجة مش تخفت بهالتنفس هذايا هذو بعض التمارين نجموا تعودوا تشوفوهم على الباج هذايا تمارين مرة أخرى مساعدة لتعديل الخوف مش لعلاجه باش نكون واضحين العلاج ما عليكم كنت مشيوا يا طبيب العلاج هم المختصين مش مشيوا يعالجوا في أكثر في حالة ما حياتنا تتعكر أو علاقاتنا المحيطية المهنية والعائلية والاجتماعية تتعطل وتصبح فيها إشكاليات ضروري الوصول إلى مختص يساعدك على العلاج سي فايسل هذا الجانب الطبي والعلمي اللي حابين نحكيه فيه خلي قبل ما نختم مع السادة المستمعين خلينا نفتح قوس على الخوف اللي حتى في بحثي برشا سألوني عليه توا قاعدين نشوفوا تبدا تسلو خايف لا ما ينجحش في حياته خايف من الدنيا خايف ما يخلطش ما يعملش دار واكثر من هكا ولات لعبيت توا خايفه ما تخلطش على كيلو فارينه ولا دبوسه زيت ولا يقعد يشد الصف على خبز هذيك راه ماهوش خوف خوف طبيعي ما يسميش خوف اكثر من انه يتعب الانسان وقت اللي تلقى بالوضعيه هذيك انك تخاف خاطر ما تخلطش على دبوسه زيت ماهوش معقول سي با لا فان دي مون اكيد لكن فما اشياء موضوعيه مره اخرى احنا لما تكون مخاوف من احداث موضوعيه وفي النهايه ما تعكرش الحياه ايوه لازم نجم نخاف ما فماش خبز اليوم نخاف ولكن ما تعكرش مازال ذهني حاضر ومازلت حاضر لنفسي ونقول شنو هي البدائل نبحث على بدائل هي لسمح تصبح مرضيه لما تتعطل تفكيري
ويوقف تنفسه والاعراض اللي قلتها الكل الجسديه تولي دونك موجوده. دونك هذاك علاش للتوضيح للساده المسلمين خاطر قاعدين نراو فيها اللهفه الكبيره خاصه سي فايس الحجر وغير بعض مرات غير مبرره. ماهيش مبرره ماهي سي با لا فان دي موند ما لقيتش انا لا حتى معناها مش مبرره باش نعكر صفو حياتي ولا نخاف حتى في هذا. تقف ساعات الدين لانه فما بدا خبز ما جبتش خبز للدار ما لقيتش خبز ما وفيتش الدنيا نجم نعمل حاجه اخرى من معناتها من الاخبار اللي جاوني بعض الاراء كي بديت نحضر في السوجي هذا يقول لك وليت ما عادش نحب نشوف الاخبار والتلفزه والراديو من الاخبار وليت نخاف نخرج للشارع نو سي با ايفيدون زيد راه الى حد ما بعض المرات وقايه نقول منصوح بها بعض المرات عندما تزداد درجه الخوف نقول وقف ما عادش تسمع الاخبار لانه الاخبار مش تزود معلومات تزود معلومات تثير عند انسان هش يمكن يتاثر لانه ما نتاثر مشنا كلنا عندنا نفس الصلابه امام الاحداث فما ناس هشه اكثر من غيرها اذا الهش اللي يمكن يتاثر وتتعكر حياته نقول وقف مصادر اللي يمكن تزود لك خوفك. علاش حكيت لك هكا سي فيصل الخطر ساعات واحد يبدا يسمع في الاخبار في بعض الاذاعات انتوكا الحمد لله موش في اذاعتنا معناتها بجانب ايجابي خاطر نحبوا تتواصل الحياه بجانب الايجابي وفاه حادث تبدا نهار كامل نفس الطريقه يولي واحد ما عادش يخرج نسمع قولي ما عادش حاب نخرج ما عادش حاب يمشي للبلاصه هذيك وليت خايف على روحي كي تاثر له على حياته العاديه بالطريقه هذيا تولي وقتها اشكال دونك دعوتنا للناس الكل وخاصه في اذاعه الحياه تفهم انه خطرنا تكون عندنا الموجات الايجابيه الايجابيه في الحياه اللي موجوده اليوم اللي هي تخلي تساعد اي واحد يمشي يوصل الحياه نتاعو بنفس التوجه هذا الصحي والطبي اللي اخترناه. قول لي لو سمحت لي رساله الى رجال الاعلام فما معلومه هي معناها قاعده جيده نقول المعرفه على قدر الحاجه. بعض مرات حادث اليم بشع ويجي انسان صحفي يعطي الديتاي نتاع شنية حاجة المستمع باش يسمع الديتاي باش يسمع الجزئيات نتاع الحادث فين تضربك فين تضرب بسكينة وقداش مرة وقداش هذه مهمة للقاضي ولرجال البحث اللي مش يبحثوا لكن لما تجي تعطي هالديتاي هذه انت تزود في الفوبيا عند الناس وتزود في القلق عند الناس من غير داعي من غير ما حاجتهم للنجم نخبر عن حدث وقعت جريمة معي لكن ما نعطيش الديتاي بأكثر هذا يوصل إلى الفيوريزم نوع مال فضول نظري عند الناس على كل فما أشياء الإعلام ينجم يحجم عليها ينجم يخوف العباد ويعطلهم مصالحهم وتولي العباد ما عادش تحب تخرج ما عادش تحب تجي لك البلاصة هذيك يولي يقول لك أو صحيح باش يصير كان يمشي البلاصة هذيك علاش تأثر سلبي. سي فايس الكعبي أخصائي نفسي ومعالج نفسي يقرون ميرسي لحضورك بحضين اليوم في ألو دكتور ذكركم غدو باش نحكيو على التدخين تباجيزم هاي فرصة في شهر سيدي رمضان أنيس معطلة رئيس قسم الأمراض الصدرية باش يكون حاضر بحضين كيفاش نبطل الدخان سي لوكازيون هذا موضوعنا أبارتير من 11 حتى نص نهار في الو دكتور ان غرو ميرسي ليكيب كامله كوتي تكنيك ريداكسيون برود ويب اللي امنوا لكم اكثر 120 دقيقه من بثنا المباشر نتلاقاو غدوه بنفس التوقيت تشاو تشاو باي باي يا دوما اهلا معنا وعلى خاطر في الحياه فهم نمنوا بالعلم وباصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.